تاني. طيب تعالى نبدأ بقى في القصة من أولها. وقعدت تشتغل 14 شهر على هذا المشروع من يوليو الصحفي. 2018. فاحكي لنا بقى الخطوات اللي مريت بيها. أول حاجة الذكرى 74 للحرب العالمية الثانية. قعدت ادور والدنيا كانت لطيفه جدا، ان ما لقيتش فكره اللي هو حد عامل في الوطن العربي، يعني مش بره اكيد عاملين حاجه عن الانسانيه، الانسانيه في الحرب، كله القائد الفلاني، الجيش الامريكي مثلا مع ضد الجيش الياباني في احد المعارك وهكذا. في ناس انا وصلت لها عن طريق اللي انا مثلا في فيلم موجود وليكن خد اوسكار. خلينا نتكلم عن اللي بيتعرض قصادنا دلوقتي، ده شغل حضرتك برضه. جلوب ماسيو. الفكره جت في 2018، كان في شهر يوليو، كان في المسعف ده كان ليه فيلم خد اوسكار. ميل جيبسون هو المخرج والمنتج بتاعه. الفيلم كان اسمه ايه؟ هاكسو ريدج. اوكي. الفكره كلها تخصصت، انا قلت ان انا عايز اوصل للراجل ده حرفيا، يعني الراجل حقيقي. عجبني كنا كذا حد بيتفرج، يعني قلت له انا هوصل للراجل ده، قال روح يعني. بس دي فكره جريئه قوي، يعني كان ممكن الواحد يقول لك انت بتحلم ولا ايه، ازاي توصل حتى لو عارفين ان هو موجود. كنا كلنا صحفيين. حاولت فعلا، لقيت الراجل توفى من في بدايه الالفينات، قلت لا اكيد ليه اي حد من ذويه عايش. فوصلت لابنه، ابنه دلوقتي رجل اعمال، رجل اعمال كبير في الولايات المتحده الامريكيه. ابتديت اتواصل معاه للاسف، يعني اللي هو ده اول حد بعت له واخر حد رد، يعني هو انا بعت له في يوليو 2018، رد عليا في اغسطس 2019 عن طريق مديره اعمال كمان. يعني عرفت ايه سبب التاخر في الرد؟ حاولت تسال؟ هو الطبيعي اصلا، انا كنت وصلت للفيسبوك بتاعه والتويتر والتليفونات، طبعا هو الراجل بيسافر كتير وعنده مشاغله، يعني مشاغله. فالموضوع برضه حتى لما كلمت مديرة علاقات عامة موجودة في احد المؤسسات الخيرية اللي هو عملها اسسها لوالده، هي استغربت بالامانة، يعني قالت لي انت عايز تتواصل معاه ليه؟ توقعت ان انا مثلا بطلب حاجة او كده، قلت لها انا عايز يتكلم عن علاقته بوالده اللي هو اتعلمه منه ووثق بس الفكره. اكيد الفيلم فيه جزء درامي ممكن مش يكون حقيقي. هو بالفعل اداني معلومات اكتر، اكلمني عن علاقته بالحياه نفسها عنده في البيت بعد ما خلص الجيش، يعني الفيلم اتكلم لغايه ما هو اتصاب وخلاص الحرب خلصت، لا فيما بعد الحرب وازاي الحرب اثرت عليه. فيلم هاك سو ريدج ده كان انتاج 2018 ايضا؟ لا كان بدري شويه. كان بدري. انت لما بشوفته كان انا شفته في سنه كام؟ اول ما تم عرضه؟ اول ما تم عرضه قلت انا هوصل للراجل.